مش عارفة ايه اللي بيحصل ده. عمري ما كنت اتخيل بعد السنين دي كلها افتح الباب الاقيه، واول ما شفته قلبي اتخطف ودخل قلبي قوي، وبقيت بكذب نفسي وقلت لا ده اخو بنت من البنات، لكن لا حسيت انه هو اخوكي فعلا يا مريم. لو كنت شفتيه وهو بيدور بعيني عليكي، يصعب عليكي عيني فيها حيرة وحنية، باين عليه بني آدم طيب قوي. كان نفسي يبقى ابني والله، أنا لو أقدر أقدر أجيبه يعيش معانا هنا، لكن إزاي بعد السنين دي كلها؟ هقول إيه واكشف ايه؟ انا اكتر واحده تحس بالوحده عشان انا وانتي بقينا واحده ليه، ملناش دار ملناش سند. مريم يا حبيبتي، انا مش عايزاكي تضيعي عمرك في الشغل مستشفيات، عايزاكي تعيشي حياتك وتتجوزي، ما تفضليش قاعدة مستنية رامي لغاية ما يرجع. مش عارفة نويتي عليه، هتكلميه هتتصلي بيه؟ أنا محتارة مش عارفة إيه اللي جابك دلوقتي يا يوسف، إيه اللي جابك؟ أقول لك مش جعانة؟ أو بقى أعمل لك حاجة لقمة تاكليها، ولا أجيب لك حاجة دافية تشربيها؟ عشان إحنا تعبنا أوي النهاردة. مقدرش أستغنى عنك، وأنتي كمان صح؟ أنتي كمان متقدريش تستغني عني صح يا مريم؟ ردي عليا. ما قلتليش يا مريم هتطلبيه ولا لأ؟